وتم التأكيد مرة أخرى على الأهمية التي توليها مصر للعلاقات مع ألمانيا وما تحقق خلال المرحلة الماضية من تعاون مثمر كان له أثر إيجابي في إطار جهود مصر التنموية، وكان أيضا له أثر إيجابي في عمل الشركات الألمانية واستمرار التعاون في مجالات عديدة. تبحثنا الآن وعقدت جلسة مشاورات منفردة ثم مع أعضاء الوفدين، تم خلالها تناول كافة القضايا الثنائية والتحديات الإقليمية والتحديات التي نواجهها بصفة عامة في إطار من التفاعلات الدولية وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار. تحدثنا أيضا في قضية حقوق الإنسان في كلا البلدين وأهمية العمل المشترك لتعزيز القيم المشتركة التي تجمعنا وإدراك حقيقة الأمور وتدقيق البيانات والمعلومات المتداولة حتى تكون هذه المشاورات والاتصالات على أرضية التفاهم وإزكاء هذه المبادئ والارتقاء بالطموح الدائم لدى كل مجتمع بأن يصعد إلى مستوى التحقيق الأمثل لهذه المبادئ المتصلة بكل القضايا لحقوق الإنسان. وأتاحت لي الفرصة أن أشرح لمعالي الوزيرة تناول الحكومة المصرية بمنظور شامل لكافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المرتبطة بحقوق الإنسان وسعي الحكومة المصرية على توفير كل سبل الرعاية لمواطنيها وتوفير مسار منتظم من الارتقاء والتعادل بين الحقوق والمسؤوليات بالشكل الذي يؤدي إلى صالح الشعب المصري وثقته في قيادته وثقته في حكومته، وهو المعيار الذي يتم على أساسه في نهاية الأمر تقدير مدى النجاح في هذا الشعب. مرة أخرى برحب معالي الوزيرة وتتفضل بالكلمة. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Minister Shukri. الكرام معالي الوزير سيد سامح شكري، أشكركم وأشكر فخامة الرئيس السيسي على هذا الاستقبال الودي في يوم السبت هذا. إنها أول زيارة لي لمصر، وهذه المدينة التي تنبض بالحياة أبهرتني بالخطوات الأولى التي خطوتها فيها. القاهرة هي بحق مدينة مبهرة، ويسرني أن أعود مرة أخرى لهذه المدينة حمال بعض أكثر وقتا أكثر معي. أشكركم على هذا الحوار الصريح والمتعمق الثنائي الذي أجريناه للتو، والذي استعرضنا في جملة واسعة من المواضيع ذات الأهمية الثنائية والإقليمية. إن مصر في الكثير من المسائل هي أحد أهم شركاء الحوار لنا في شمال أفريقيا وفي العالم العربي وفي المنطقة العربية، ولذلك فقد تحدثنا اليوم حول العديد من المسائل الإقليمية بشكل خاص، بالطبع آخر التطورات في ليبيا وسبيل التعامل مع هذه التطورات، لأننا شركاء في عملية برلين وما زلنا على تواصل مكثف حول هذه المسائل. الاهتمام المشترك لنا هو الاستقرار والسلام في ليبيا، ولن نحقق ذلك إلا إذا ما قرر الليبيون والليبيات بشكل مشترك القرارات المتصلة ببلدهم. كما تعلمون كنت أزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية. ألمانيا تقدر في هذا السياق دور الوساطة الذي تلعبه مصر في النزاع في الشرق الأوسط، وبشكل خاص الجهود المبذولة من ناحية مصر والحكومة المصرية للناس في غزة. الحكومة الجديدة الألمانية هي أيضا على قناعة بأن حل الدولتين المبني على المفاوضات هو السبيل الوحيد للسلام الدائم، حتى وإن كان الطريق نحو هذا الحل ما زال طويلا. ولهذا الغرض نريد أن نواصل بذل الجهود المشتركة، إن الوضع الحالي لا يمكن الإبقاء عليه، فدون فرصة
فرصة السلام المستقبلي سوف يتكرر اندلاع العنف والتصعيد في المنطقة. الزميل العزيز يربط بين بلدينا تعاون وشراكة متعددة المناحي والأوجه، وتحدثنا اليوم عن أشكال التعاون القديمة والجديدة على حد سواء. يسرني أن أرى هذا العدد الكبير من المصريين والمصريات المهتمين بألمانيا، فقد تقدمت اللغة الألمانية لتصبح ثاني أكثر لغة انتشارا في مصر، وبلغ عدد المتحدثين بالألمانية أكثر من 400,000 شخص. جامعة عين شمس التي درستم فيها توفر الآن شهادة تخرج مزدوجة بالاشتراك مع جامعة شتوتغارت. إن مسائل الطاقة والطاقات المتجددة وحماية المناخ يوفران الفرصة الآن لتوسيع نطاق التعاون بيننا، وهو يحمل معه فرصا للتنمية والتطوير لكثير من الناس، سواء دار ذلك حول فرص العمل أم التعليم، التزويد بالطاقة وأيضا البيئة النظيفة. إن اهتمام الشركات الألمانية في الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين في مصر هو كبير جدا، ولكي نستغل هذه الفرصة أفضل استغلال، فإن من الأهمية بمكان أن تكون هناك شروط عادلة للمنافسة ومعايير لزيادة القانون مضمونة. إن مصر بصفتها محل إقامة قمة كوب 27 في هذا العام هي طرف فاعل رئيسي وصوت هام لحماية المناخ على المستوى الدولي، ونحن في ألمانيا قد وضعنا هذا الموضوع للتو أحد محاور سياستنا الخارجية الآن، وبالتالي فبالطبع لعب هذا السؤال وهذه القضية دورا هاما في محاورتنا. فإن التغلب على أزمة المناخ لم تعد موضوعا هامشيا أو ناشئا أو صغيرا، وإنما أصبحت الآن في مقدمة جداول الأعمال في أوروبا، في الولايات المتحدة، ولكن أيضا في الدول الأخرى، الصين والهند. وهذا يعود أيضا إلى فضل المجتمع المدني الناشط، خاصة الكثير من الشباب الذين يطالبوننا نحن الساسة بأن نحافظ على الكوكب لجيلهم كوكبا لائقا للحياة. في هذه المسائل الاجتماعية الهامة مثل حماية المناخ أولي اهتماما خاصا للدور القوي للمجتمع المدني، وحسب قناعتي فإن هذا الدور هو دور حاسم أيضا لإنجاح مؤتمر المناخ وقمة المناخ 27 في مصر، ونحن نريد وأنا شخصيا أريد أن أقدم إسهامي لذلك. هذا يعني بالنسبة لي أيضا الحديث عن المجتمع المدني ووضع حقوق الإنسان في مصر، ولذلك فقد تحدثنا اليوم بالفعل بكل صراحة وبكل انفتاح عن هذا الموضوع، وأيضا عن حالات فردية نولي أنا كوزيرة خارجية ألمانية ونحن كحكومة ألمانية على قناعة بأن الأمن والاستقرار لن يكونان ذي دوام إلا حيثما كان للناس فرص مستقبلية وأيضا فرصة المشاركة بشكل سلمي في السياسة وفي المجتمع، حتى وإن كانت هذه العملية تستوجب الجرأة وتكلف أيضا الكثير. كوزيرة خارجية ونحن أيضا مجتمعاتنا احتاجت أن تدوم هذه العملية، فقد تستغرق الأمر 150 عاما لحين وجود أول وزيرة خارجية ألمانية، فإن الجهود من أجل حقوق المرأة ذات أهمية كبيرة، فلن ينعم المجتمع بالأمن إلا عندما تنعم المرأة بالأمن. هذا يسري في جميع أنحاء العالم، ولذلك فإن حقوق المرأة وحقوق الإنسان غير قابلة للقسمة أو للتقسيم. هذا يعني أيضا أن نوجه أنظارنا مرة تلو الأخرى إلى العنف الجنسي في بلدي أنا شخصيا وفي مناطق أخرى في العالم وفي مناطق النزاعات المختلفة. نحن جميعا دولة ومجتمع يجب أن نظهر ونثبت أننا لن نترك المرأة وحيدة ودون دفاع، سواء في مناطق نزاع أو في المنازل فيما يتعلق بالعنف المنزلي. نحن نعتقد وأعتقد أن هذا يمثل بلدي والاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا لديكم في مجتمعكم، أنه عندما نبذل جهود من أجل المجموعات المختلفة وأيضا من أجل الحرية الدينية، وأن نظهر بالجرأة أيضا معارضات أو نثبت على موقفنا حتى ضد الأصوات المعارضة الأخرى، فإن هذا يثبت جدواه في المجتمع. وأتطلع بسرور عندما نبذل جهودنا المشتركة من ذلك، أن هذا يسري للحقوق المدنية والسياسية. من هذا
هذا المنطلق فإني شاكرة وممتنة جدا لهذا الحوار الصريح المنفتح الذي بالطبع حمل أوجه نظر مختلفة ورؤى مختلفة. أتمنى أن نواصل هذا النوع من المحادثات في المستقبل، وقبل أن نلتقي في خلال مؤتمر المناخ في نوفمبر هنا في مصر، آمل أن نلتقي قبلها عدة مرات خلال التحضيرات لكوب 27. فنحن ننظم سنويا حوار بيترسبرغ حول المناخ، وأنا كوزيرة خارجية مسؤولة أيضا عن سياسة المناخ الدولية، فسوف أستضيف هذا الحوار في شهر يوليو، وسوف يكون من دواعي سروري إذا تولت مصر الرئاسة المشتركة معنا لهذا الحوار في شهر يوليو. شكرا جزيلا. مساء الخير، أنا عمل صبري من قناة النيل الأخبار التلفزيون المصري. يعني في البداية أود أرحب بمعالي الوزيرة في بلدك الثاني مصر، وسؤالي للوزيرين يعني كيف تقيمون التطورات الإقليمية لا سيما في ليبيا وما تشهده من تطورات، كذلك كيف تقيمون فرص دفع عملية السلام في ظل موقف الحكومة الإسرائيلية الحالية، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه أو يلعبه الاتحاد الأوروبي من وجهة نظر الوزيرة الألمانية؟ وشكرا. لعبت ليبيا سواء في حوارنا الثنائي ولكن أيضا في حواري مع فخامة الرئيس دورا هاما، لأن بلدينا هم في إطار عملية برلين، ولكن أيضا فيما يتجاوز ذلك يبذلان جهودهما من أجل التطورات السلمية. ونرى أن الأمم المتحدة وبشكل خاص المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لعب دورا مركزيا، ولهذا فقد تحدثنا خلال حوارنا أيضا وأكدنا على أهمية التركيز على دور المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة ودعمها في دورها، وليس أن تتراجع هذه الأهمية بالنظر إلى النزاعات الأخرى، خاصة الآن بالنظر إلى ما يحدث في أوروبا، أن نتجاهل أو تتراجع أهمية ليبيا، بل يجب أن نبقي على هذا التركيز وأن نكثف أيضا الحوار السياسي. أكيد دائما مصر تؤكد بأنها تدعم التوافق الليبي، وأن حل هذه القضية لابد أن يرتكز على توافق لكافة الأشقاء في ليبيا حول المسار المستقبلي، تعزيز المؤسسات واحترام المؤسسات الشرعية وما تتخذه من قرارات. أكيد أن مجلس النواب اطلع بمسؤوليته التشريعية في إطار تنفيذ اتفاق السخيرات والتشاور مع مجلس الدولة لبدء مرحلة جديدة تؤدي إلى الانتخابات وتؤدي إلى تعديلات دستورية، كلها توافقات تمت من خلال الحوار والتوافق، ونحن على اتصال مع كافة الأطراف لتعزيز الاستقرار، لتأكيد أنه ليس هناك حلول عسكرية لهذه القضية، ونتفاعل مع أيضا شركائنا الدوليين للوصول إلى الانتخابات التي تأتي بحكومة منتخبة شرعية تلبي إرادة الشعب الليبي بشكل كامل، توحد مؤسساته وتطلع هذه المؤسسات بمسؤوليتها في توفير الخدمات، ولكن أيضا توفير الأمن والاستقرار وحماية الأراضي الليبية ومقدراتها. سوف نستمر في التفاعل سواء مع المبعوث الأممي مع شركائنا الدوليين، بالتأكيد أن مسار برلين 1 و2 واجتماع باريس وضع توافق المجتمع الدولي حول الرؤية الخاصة بكيفية الخروج من هذه الأزمة. الآن وصلنا أفتكر إلى مرحلة لابد أن يتم تنفيذ كل هذه المخرجات سواء ما توافق عليه المجتمع الدولي الذي يتسق في الأساس مع رؤية الأشقاء في ليبيا. سوف نستمر في ذلك ونعمل على استمرار هذه المسيرة. فيما يتعلق بعملية السلام، مصر تسعى أيضا للتعامل مع هذه القضية المركزية للعالم العربي، التوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. نتشاور مع
الحكومة الإسرائيلية مع السلطة الوطنية مع الشركاء دوليين الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي في إطار علاقتنا الثنائية مع الدول المؤثرة لتشجيع الأطراف على استئناف المشاورات تحقيقا لرؤية حل الدولتين. وسوف نستمر في هذا الإطار. السيد الرئيس استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي استقبل ويستقبل بصفة دورية فخامة الرئيس محمود عباس، استقبلت واستقبل الرئيس وزير الخارجية لابيد، ونأمل أن تكون التطورات المرتبطة بالمنطقة كلها تزكي أهمية إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين حتى تنعم المنطقة بالاستقرار وتمنع استمرار الآثار السلبية على الشعب الفلسطيني الشقيق وينول حقوقه المشروعة كاملة. Herr Minister, gestatten Sie, dass ich angesichts der zuspitzenden Lage meine erste Frage stelle. اسمحوا لي أن أحور السؤال قليلاً لكي يتحول إلى أوكرانيا. ما هي التبعات التي تتخوفون منها بالنسبة للشرق الأوسط إذا ما اندلعت حرب في أوروبا؟ وإلى أي مدى يصوركم قلق أن نزاع في الشرق الأوسط ومساعدة الأوروبية والدعم الأوروبي في ذلك أن يتراجع في الأهمية إلى الخلف؟ معالي الوزيرة، الولايات المتحدة الأوروبية تنطلق من حدوث غزو قريب. كيف تقيمون الوضع؟ هل غير تقييمكم للوضع؟ ما هي التبعات التي تستنتجونها من ذلك بالنسبة للمواطنين الألمانيين ولكن أيضا للعاملين في السفارة؟ نحن ننظر بقلق شديد لأي تصعيد في التوتر في أي بقعة من بقاع العالم، وبالتأكيد أن الأحداث الراهنة وما تؤشر إليه لتوتر وتصعيد واحتمالات كلها تزعزع الاستقرار والأمن الدولي. مصر دائما تسعى لأن يكون هناك حل لكافة المنازعات من خلال الوسائل السلمية وعدم اللجوء إلى الوسائل العسكرية، وذلك من في سبيل المصلحة المشتركة. ونحن عندما نتحدث عن الجائحة وما أظهرته من أننا نعيش في كوكب واحد، وعندما نتحدث عن تغير المناخ، هذا أيضا يؤكد أن ليس هناك في هذا العصر قدرة على منع التأثير لكل بقعة من بقاع العالم في حالات التوتر. فنستمر في أن يكون لدينا أمل بأن يتم التوصل إلى حلول من خلال الطرق الدبلوماسية تعفي العالم من الآثار المترتبة سواء كانت سياسية أو اقتصادية على مثل التطور السلبي الذي قد يحدث. Auch ich bitte um Entschuldigung bei den örtlichen Journalisten, dass dieses Thema. بالنسبة للصحفيين هنا ربما هذا الموضوع يأخذ حيزا أكبر من المفروض هنا خلال هذا المؤتمر، ولكن الوضع في أوروبا هو متفجر بالفعل، فنحن نعمل بكل جهودنا على الطرق الدبلوماسية لإيجاد حل، ولهذا السبب بالتحديد سيتوجه المستشار الألماني إلى كييف وإلى موسكو يوم الاثنين المقبل ويوم الثلاثاء. واليوم هناك محادثات للرئيس الفرنسي والرئيس الأمريكي مع الرئيس بوتين مخططة لإقامتها اليوم. رسالتنا في كل مكان هي نفس الرسالة، نحن مستعدون للحوار، ولكن أي عدوان مجدد ضد أوكرانيا ستكون تكاليفها باهظة جدا، لأننا نرى أنه على المستوى العسكري لا توجد أي إشارات على نزع التصعيد، بل بالعكس فإن زيادة القوات مستمر. في بيلاروس منذ الأمس هناك تدريبات عسكرية لجنود روس
قريبة جدا جزئيا من الحدود الأوكرانية، وأعلنت روسيا عن يوم الأربعاء عن مناورة كبرى في البحر الأسود بالمدفعية والصواريخ، ولذلك يجب أن نستعد لكل السيناريوهات المختلفة. ولهذا الغرض فهناك مشاورات مكثفة في الوقت الحالي مع شركائنا وأصدقائنا. أما بالنسبة للأمن في أوكرانيا، فأنا قد قررت أن التدابير المتخذة بالفعل للدرء من النزاعات أو الأزمات أن نزيد من حدتها. الآن اليوم ستكون هناك جلسة مع الأقسام المختصة والوزارات المختصة والسلطات لتنفيذ هذه الخطوات، وسوف نبقي سفارتنا مفتوحة في كييف، ولكن الطاقم المبعوثين هناك سوف نقلص من عددهم، وهذا يسري أيضا على المبعوثين من المنظمات التنفيذية مثل جي آي زد التعاون الدولي الألماني، كي أف دبليو البنك التعمير الألماني، ومدرسي المدارس الألمانية الأجنبية. الأسر سوف تترك البلد، تغادر أوكرانيا الآن. القنصلية العامة منذ دانسك من 2015 سوف تنتقل إلى لمبرغ بشكل مؤقت. الوزارة الخارجية سوف تعلن عن تحذير من السفر إلى أوكرانيا. إضافة إلى ذلك، الألمان المقيمين في أوكرانيا يطالبوا الآن بمغادرة أوكرانيا أو بمحاولة المغادرة. هذه التدابير سيتم تنفيذها الآن بعد جلسة إدارة الأزمات، وسيدوم الأمر يوما أو يومين لحين اتخاذ الإجراءات النهائية لتنفيذ هذه التدابير. سؤالي لمعالي الوزيرين حول الخطوات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة القادمة لتعزيز التعاون بين البلدين اقتصاديا وتجاريا ومكافحة التغير المناخي ودعم التحول الأخضر. شكرا. كما بدأت، فمصر تثمن كثيرا علاقات التعاون القائمة مع ألمانيا، وهي علاقات تاريخية، ونحن نحتفل هذا العام بالسبعين عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية، وبالتأكيد أن خلال السبع ثمان سنوات الماضية كان لهذا التعاون أثاره الإيجابية على جهود وخطط مصر التنموية وخطط الإصلاح الاقتصادي. الشركات الألمانية ساهمت في كثير من القطاعات، الطاقة، النقل وغير ذلك. نأمل أن تزيد رقعة أيضا التعاون في مجال التعليم، سواء كان التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، وهناك مجالات واسعة للتعاون نسعى وأيضا الجانب الألماني لاستكشافها والعمل عليها على توثيقها على أرضية المصالح المشتركة، وأنها علاقة كانت لها عوائدها الإيجابية بالنسبة للبلدين. أيضا قضية تغير المناخ واستضافة مصر المؤتمر يشكل أرضية قوية للتعاون، بالتأكيد ألمانيا والاتحاد الأوروبي من الشركاء والمجموعات التفاوضية المهمة في إطار المؤتمر، والسعي والهدف مشترك في إطار إنجاح المؤتمر من أجل الحفاظ على البيئة المشتركة للإنسانية والخروج بمزيد من تنفيذ الالتزامات التي قطعها أعضاء المجتمع الدولي للتناول قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. كما تفضل معالي الوزير، فبشكل خاص مجال الطاقة، حماية المناخ، هناك رؤية كبرى للتعاون
بالأخص بالنظر إلى الظروف المتوفرة هنا في عين المكان. هذا يعني أيضا أننا في إطار مؤتمر المناخ لا نتحدث فقط عن وقف زيادة درجة الحرارة وتقليصها على درجة ونصف، ولكن أيضا نقل التكنولوجيا الذي نحتاجه من أجل التغلب أو إدارة هذه الأزمة، أن نواصل التعاون في هذا السياق. كما رأينا هناك مشاريع كبرى للبنية التحتية هنا، خاصة بالنسبة للسكك الحديدية، وهناك تعاون كبير في ذلك بين بلدينا. نريد أن نوسع من نطاق ذلك، خاصة أيضا في مجال الصحة تطرقنا إلى الجائحة. هل هناك مجالات يمكن أن نوسع نطاق تعاوننا فيها أيضا في مجال التعليم؟ بالنسبة للتعليم يسري، بالنسبة أيضا لمجال الصحة وبشكل خاص لأمن الاستثمارات، أن التعاون يكون في أقصى قوته عندما يكون الاستقرار متوفر، ولكن أيضا عندما تكون ظروف سيادة قانون متوفرة. ولذلك فإن التعاون الاقتصادي تمشي أو تسير يدا بيد مع تقوية الحقوق السياسية والمدنية.